هنبتدي بالرجال. كان اول محطه لينا كان بطوله البوسنه والهرسك، ودي كانت الاعداد تمام. وكانت بطوله قويه في بدايه الموسم. كلمني عن ظروف اشتراكنا فيها، رحنا لها ازاي، تم دعوتنا ازاي، خاصه احنا لعبناها السنه اللي فاتت. هو بدايه ان احنا السنه اللي قبل فاتت جات لنا دعوه للمشاركه في البطوله دي، فلما اشتركنا وحصلنا على البطوله، ويمكن برضو كان فيها فرق كبيره زي زغرب، دينامو زغرب كان من الفرق الثقيله اللي موجوده، وفرق بتلعب في بطوله اوروبا. لما كسبنا البطوله ديت بقى تلقائي انت بتتاهل البطوله اللي بعديها، بتم دعوتك. تمام. بيتم دعوتك مباشره للبطوله اللي بعديها. ممتاز. بصراحه يعني منتخب مصر واحنا عاملين حاله كويسه هناك، الناس مبسوطه جدا من تواجدنا في البطوله ديت، واحنا مستفيدين جدا من البطوله ديت لان مستويات الفرق اللي هناك مستويات جدا. كبيره. يعني احنا السنه دي لاعبين مع مونبلييه ولاعبين مع برشلونه. نعم. وكسبنا مونبلييه في البطوله ديت. فحتى البطولات ديت بتزود من خبرات اللعيبه واحتكاكاتها، وفي نفس الوقت بترفع كمان من المستوى الفني للعيبه. فدي اعتقد ان احنا كمان السنه الجايه يعني نتمنى ان هم يعني يتم دعوتنا مره ثانيه. حضرتك بتحس وانت في البطوله كابتن ياسر، اكيد طبعا بتحس الناس أكيد. بتقدر النادي الاهلي ازاي، شايف النادي الاهلي ازاي، بتشوف لعيبتك. يعني ده الاهم كمان من الموضوع، انت بتشوف لعيبتك بتبقى مركزه ازاي وبتادي ازاي جميع المباريات سواء ضعيفه او قويه. واحنا عندنا ميزه يعني مع ديفيز ان هو بياخد جميع المباريات وبيدور لعيبه بشكل كويس. صحيح. كويس. ما فيش لعيب بتلاقيه طول الوقت في الملعب، لا تلاقي اللعيبه على طول، فبالتالي بتلاقي بيحافظ على المستوى الفني للعيب والمستوى البدني كمان. اللعيبه بتبقى دايما بتوصل للماتشات النهائيه في حالتها البدنيه العاليه. صحيح. وبتوصل نهايه المباراه برضو في حالتها البدنيه العاليه، ده من خلال تدويره داخل المباراه كمان. داخل المباراه نفسها. طيب هناك برضو اكيد مستر ديفيد ديفيدز اسم كبير اوروبيا، يعني هو من اسامي اللي بيحاضر كمان، ده محاضر يعني. حتى في على هامش البطولات في البوسنه شفناه بيدي ورك شوبس، ورش عمل، وكان بيحاضر في المدربين وبيديهم خبراته. هل تعاقد مع يعني قامه كبيره زي ده لمده 3 سنوات تعاقدنا معاه، ده مدي استابيليتي او اتزان فني للفرقه فتره، ونظره حتى لينا من دول اوروبا وفرق اوروبا، الفرق الاوروبيه اللي عارفه مستر ديفيد ديفيد بشكل مختلف؟ ده اكيد يعني، اكيد يعني يمكن من احسن الحاجات اللي اتعملت السنه دي تعاقد مع ديفيد في وفينيو كمان، ما ننساش دوره مع حراس المرمى. احنا بنحاول نستفيد من ديفيد سواء في علاقاته الخارجيه او داخليا. احنا كنادي اهلي بقى ان احنا بنبتدي يعمل ورش عمل للمدربين عشان نرفع احنا من كفاءه المدربين بتاعتنا في القطاع الناشئين. هو بيرحب بده كده جدا جدا. وبالعكس يقول لك انا جاي على الدرجه الاولى. لا يعني بالعكس، انا يمكن كنت بتناقش معاه في البطوله الاخيره ديت في الجزئيه دي بالذات، فبقول له لان انا لاحظت ان فيه لما بيدخل معانا الناشئين بيبقى فيه شويه جاب بينهم وبين الدرجه الاولى، سواء طبعا بدنيا او ان هم يدخلوا جوه السيستم تكتيك. تمام. فقلت له احنا عايزين نقرب المسافات ديت، يعني قلت لهم يعني ما ينفعش ان يبقى احنا شغالين تحت بسيستم وفوق بنظام تاني خالص. فاحنا عايزين، قال لي ده كلام مظبوط، واحنا انا ما عنديش مشكله. وهبتدى الفتره اللي هيبقى فيها توقف بتاعه المنتخب دي هنبتدي نشتغل عليها. واتكلمت مع كابتن احمد سالم مدير قطاع الناشئين، وطبعا يعني ما انت لازم تجهز صحيح. جميع الملعب او الاتموسفير انه يبتدي بس يشتغل بالظبط، لان لازم احنا لو كلنا مش ما عندناش نفس الفكر هتبقى في مشكله. برافو. لكن لازم الجهاز كله يبقى احنا ماشيين بنفس الفكر وبنفس السيستم، عشان انا هاخد اللعيب من الناشئين اللعيب كويس اقدر احطه في الدرجه الاولى يقدر يقدم في ثانيه يبقى معايا. بس يبقى انا ما يقعدش فتره عشان يتعود على السيستم. الله ينور عليك والله يا كابتن، فربنا يكتب ان شاء الله 100%. يعني والكلام ده هيدي لك قاعده كبيره كمان. انت النهارده لا قدر الله حيت اجهاد محتاج لعيب تميز في الناشئين ونور، وهي دي المهمه. ونجحنا بقى في لما طلع حد من الناشئين يلعب الدرجه الاولى، ممتاز. دي ابقى ساعتها استمراريه، ابقى انا حققت حاجه للنادي الاهلي. احنا لعبنا البوسنة والدنيا كانت تمام والحمد لله وفقنا فيها. رجعنا بقى على مصر، بدأنا على طول، ما كانش فيه راحة، بدأنا الدوري. ولاحظنا ملاحظة كده انه كان المباريات الاولى في الدوري كان الشوط الاول بيمشي كلوز جيم، وبعد كده بنلاقي الشوط الثاني بنفرق فيه بشكل كبير وبتميز، يعني ممكن اوقات 12 اهداف. ما كانش ده بيحصل في الشوط الاول، الموضوع ده لاحظناه اتكرر في اكتر من مباراة. كان تفسيرنا احنا في الابطال انه مستر ديفيد ديفيس بيدور الفرقه كلها في الشوط الاول، والشوط الثاني بيلعب باحسن تشكيل او بيدي وقت اطول لاحسن تشكيل عشان يفوز بالمباراه.
هل تفسيرها ده كان صح ولا حضرتك كنت شايفه ازاي؟ هو اكيد بتلاقي في معظم الماتشات بتلاقي ان هو بيبتدي يدخل العناصر الجديده. يعني احنا لسه ضامنين مجدي، محمد مجدي ونبيل، دول عناصر جديده داخله، وفوكس لسه راجع من اصابه ولاشين، فكل الناس ديت بيبتدي يحطهم مثلا في البدايه، يدخلهم مع الفريق عشان يبتدي يتعودوا على السيستم، لان في ناس كتير بعيد عن السيستم دوت. حتى لو كان داني قبل ديفيز كان برضو بيشتغل بالطريقه الاسبانيه، بس في اختلاف. يعني الطرق الاسبانيه كل طريقه ليها شويه اختلافات يعني. فهو بيدخل اللعيبه كلها، بيحاول يدخلهم كويس مع الفريق الأول. بالظبط الشوط الاول اللي بيدخل، اللي بيستمر او بينجح بيسيبه، لكن اللي بيبتدي شويه ما يبقاش داخل في السيستم عايز يكسب المباراه، هو يطلعه ويدخل واحد تاني بعدين يبتدي يطلعه في وقت تاني يكون انسب وهكذا. يعني هنا افهم ان الجهاز الفني الموجود دلوقتي بكلم مستر ديفيد ديفيز هدفه يكسب، بس عنده هدف تاني، هدف تاني تجهيز الفرقه، هدف تاني يعمل قاعده كل اللعيبه تشارك فيها. الكلام ده صح يا كابتن؟ لا اكيد اكيد. بص يعني انت معرض في اي وقت ان اللعيب يقع منك، ودي رياضه. انت لما بتشتغل لازم بتشتغل على جميع العناصر الموجوده معاك، جميع اللاعبين لازم تدخلهم في المستوى اللي انت شايفه مناسب للفرقه. نعم. عشان اي وقت تحتاج فيه لعيب تلاقيه جاهز بيأدي بقوه بالظبط نفس الاداء بالظبط.